بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد من خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك أبصارنا ونضر بألسنتنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وفرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمين الأحياء منهم الأموات. اللهم يا ربي ببركة القرآن العظيم اقضي حوائجنا واشف مرضانا وعاف مرضانا وأصلح يا رب لنا ديننا ودنيانا وأزواجنا وذرياتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن يواصل حديثنا حول المد بسرعة، كما عرفناه في الحصة الماضية أن المد في اللغة هو زيادة، وفي الاصطلاح إطالة صوت الحرف بأحد حروف المد الثلاثة اللي هي والياء. دي حروف المد الثلاثة التي تسمى شرط المد، أي في غير هذه الحروف لا يمكن أن نمد معنى صوت الحرف. قلنا المد يحتاج إلى طبعا وجود هذا الشرط، لابد من توفر الشرط، والمد مقاديره ثلاثة. المقدار الأول هو القصر، المقدار الثاني هو التوسط، والمقدار الثالث الطويل. قلنا ينقسم المد إلى قسمين، مد أصلي وفرعي. والأصلي هو المد الطبيعي ولا يحتاج إلى سبب، وأما الفرعي فهو ما زاد على الأصلي ويحتاج إلى سبب همز أو سكون. طبعا نشرع في معنى أقسام المد، باش نقسم المد إلى عدة أقسام باش ناخذه باعتبار السبب، تقسيم أنواع المد باش نتبع فيه هو سبب المد. فنقول من أنواع المد التي سببها الهمس، نأخذ أنواع المد التي يكون فيها السبب همزا، وهذان نوعان فقط هما المد المتصل والمنفصل. فعندما نعرف المد المتصل من خلال حتى معناها اللغوي المتصل، اسمعتها المتصل هو ما اتصل فيه الشرط بالسبب وكان في نفس الكلمة. مثال المد المتصل تعريفه قلنا هو ما اتصل فيه الشرط المد المتصل هو وكان في نفس الكلمة. كان على من تعود؟ على الشرط والسبب. على الشرط والسبب. كان في نفس الكلمة. مثال قائل شاء شاء ولو شاء ربك السماء النبوءة البريئة إسرائيل إسرائيل الألف، أخذنا أمثلة بالألف معنا مثال بالواو ومثال بالياء، هذه حروف المد معناها الثلاث. واضح؟ هذه أنواع معناها أو أمثلة للمد المتصل. شو مقدار المد المتصل؟ ومقداره التوسط
وقفا ووقفا. هذا الحكم العام، مقدار المد المتصل هو التوسط وقفا ووسطا. شو التوسط؟ قال هنا بمقدار ألف، قولوا النبوءة، هذا حرف شرط المد النبوءة، السبب هو الهمس، إذن اجتمع في نفس الكلمة الواو والهمس اجتمع في نفس الكلمة سميناه مد متصل. شو مقداره؟ واللي قال لابد فيه من الزيادة على المد الأصلي، باش يقولوا النبوءة، قولوا لا النبوءة، شاء كيف شاء عن الألف اللي هو حرف المد والهمز اجتمعا في نفس الكلمة. قال لابد هنا في المد المتصل أن نزيد على مقدار المد الطبيعي، ما قلوش ولو شاء ربك شاء رب، لا، لابد من هذه الزيادة التي سببها الهمز، فنقول ولو شاء ربك إذا السماء فطرت، وهكذا. أنا كل من القول كلمة فيها حرف المد موجود وبعده مباشرة الهمز في نفس الكلمة، فلابد من الزيادة على مقدار المد الطبيعي حتى يصير بمقدار التوسط وقفا وصلا. فنقف على أولئك هم خير البريئة، مدوها وكما نقفش يقول أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم، نفس المقدار. قال باستثناء عندنا ملاحظة قال عندنا استثناء باستثناء الكلمات التي آخرها همس متطرف نطقا ورسما، كلمات الأخيرة همس متطرف نطقا ورسما هذه نقف لها. قال باستثناء الكلمات التي آخرها همس متطرف نطقا ورسما يجوز فيها وجهان. شنو الوجهان؟ الطويل والتوسط. الطويل والتوسط، ما عادش توسط فقط وإنما نزيد وجه آخر اللي هو الطويل. مثال إلا بما شاء، في آية الكرسي شاء، هذا مد متصل، قال الهمز فيه متطرف نطقا ورسما، مش معناتها في الرسم، معناها ليس بعده حرف آخر، وفي النطق كذلك لا تنطق بحرف مد بعد الهمز، باش تقف عليها ساكنة. ولو شاء، شو اللحن؟ اجتمع هذا السبب، أصبح يجمع بين السببين همز وسكون، وبالتالي هكا علاش يجوز فيه الطويل والتوسط. لا لا، مد متصل يبقى هو مد ولاش سكون. توكي نقف على شاء، قلنا يجوز فيها هذه الطويل والتوسط، المقدم والطويل، مقدم مع تقديم الطويل. لا قصر، لا لا. قال هناك نقف مثلا في سورة البقرة مثلا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، نفس الشيء هكا ولا همزة ساكنة في آخر الكلمة نطقا ورسما. لناخذ مثلا ليسوا سواء وإلا مثلا دعاء
نداء بناء همزة منونة بالنصب، بتكون همزة منونة بالنصب. تشتق فلها الكلمات هذه ليسوا سواء سواء ليسوا سواء. هل هذه الهمزة متطرفة في النطق؟ لا لا، بعدها حرف مد، إذن الذي في الرسم صحيح معناها متطرفة، ولكن في النطق ما عادش متطرفة لأن أصبح بعدها حرف مد اللي نسميه توجينا نسموه مد عوض. إيش يقول ليسوا سواء؟ إذن لا تشملها هذه الملاحظة، فلا يجوز فيها إلا التوسط باعتبار وأن الهمز غير متطرف، فالوجهان الطويل والتوسط لا يكون إلا في الكلمات التي آخرها همز متطرف ونقف عليه بالسكون. لكن مش تقف عليه بالمد لا يصح فيه إلا التوسط. واضح؟ دي معنى الكلمة. هذا مد المتصل قلنا مقداره التوسط وقفا ووصلا، باستثناء في حالة الوقف على الكلمات التي آخرها همز ونقف عليه بالسكون. مش نعرف اش معناتها متطرف على آخر الكلمة. علامة أخرى نعرف بها أن الهمزة فعلا متطرف أم لا، إذا كان وقفنا عليه بالسكون فهو متطرف، إذا وقفنا عليه بالمد فهو غير متطرف. واضح؟ هذا بالنسبة للمد المتصل، والعرب كانوا يمدونه هذا المد. علاش؟ خاطر ثم همز، حرف الهمز هو حرف قوي وشديد. مد المتصل، إذن هذا النوع الأول من أنواع المد التي سببها الهمز. النوع الثاني من أنواع المد التي سببها الهمز، لا دائما النوع الثاني من أنواع المد التي سببها الهمز هو المد المنفصل. المد المنفصل، المنفصل كي ناخذ العبارة أو معناها اللغوي منفصل، تم انفصال بين شيئين، بين السبب والشرط تم انفصال. إذا تعريفه يقول هو من فصل فيه، هو من فصل فيه شرط فاصل، من فصل فيه الشرط عن السبب. كان في كلمتين، مش كلمة واحدة، بحيث يكون الشرط في آخر الكلمة الأولى والسبب في أول الكلمة الثانية، هو من فصل فيه الشرط عن السبب، وكان في أو كان من كلمتين أو في كلمتين، بحيث يكون الشرط في آخر الكلمة الأولى والسبب في أول الكلمة الثانية. مثال: بما أنزل، بما أنزل هما كلمتين ولا كلمة واحدة؟ بما كلمتين، هذا حرف واحد، هذا كلمة واحدة. مثلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، يا أيها الذين آمنوا، ترجينا لا
فعل آخر بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني عندنا مثال آخر مش يقولوا هؤلاء اسم الإشارة هذا هؤلاء فيه مدان الهاء ممدودة بعد همس واللام ممدودة وبعد همس فالثاني هذا مد متصل أنا من غير نزاع والمد الأول المد الأول منفصل مش عرفتوا هذا مش عرفت هذا الهاء الهاء هذا اولى اصل الكلمه يعني كلمه هنا الرسم قولوا هنا هي الرسم رسمت متصله اما في الاصل هي الهاء منفصله عن ولائي علاش الهاء هذه الهاء هذه يقولها هاء التنبيه كما هذا الذال هو اسم إشارة قل ذا ذاك ذاك اسم الإشارة والهاء شنو قل هذاك للتنبيه هذا نفس الشيء هؤلاء اسم الإشارة هو أولئك والهاء هذه زايدة ليست من أصل الكلمة فبما أنها زايدة ليست من أصل الكلمة تعتبر منفصلة نعتبروها إذا مد منفصل هذا الأولاني منفصل والثاني متصل قال هاي رسمت هكا متصلة قلوا العبرة بالأصل لا بالرسم لازم نرجعوا من الكلمة إلى أصلها عندنا مثال الثاني يا أيها يا أيها نفس الشيء رسمت هكا متصلة وهي في الأصل منفصلة علاش خاطر أداة النداء يا وحد وأيها وحد فرسمت في معنى كل الرسم هو معنى توقيفي لابد من اتباعه رسم العثماني رسم توقيفي لا تجوز مخالفاته أبدا بالتالي تكتب يا أيها تو في الرسم المدرسي مثلا شو يقول يا أيها يا أيها الرسم القرآني أو الرسم العثماني لابد من رسم الياء متصلة بالهمزة ويكون الألف تكون الألف فيه محذوفة هذا في الظاهر الألف والهمزة متصلين ولكن في الأصل هما منفصلين ها هم منفصلين ايش نعتبروه منفصل ولا متصل نعتبروه منفصل شو حكم هذا المد المنفصل او مقدار مده مقداره له قلوا جواز الوجهين ثم الوجهين قال القصر والتوسط القصر والتوسط الوجهان جائزان والوجهان صحيحان بقى جرى العمل على تقديم القصر نقرأ بالقصر في الوجه الأول وبالتوسط في الوجه الثاني والوجهان كما قال العلماء والوجهان صحيحان فمش حتى فرق في تقديم القصر على التوسط ولا التوسط على القصر كلاهما أنا صحيح قال هذا المد المفصل يكون في الوصل أم في الوقف مثال مش نقف نقول عنني مثلا قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يكون في الوصل قال أنا مش نقف نقول يا أيها الذين آمنوا قوا مش نعتبروه مد منفصل ولا مش منفصل لا وليس طبيعي عندما يكون منفصل
إلا في حالة الوصل. واضح؟ إلا إذا ارتبط مع السبب. بهذا كلاقه نقول مثلا بما بما أنزلت، مع معنى المثال بما قل لك أقف عليها بما، إذا كان وقفت عليها ما عادش تعتبره مد منفصل. علاش؟ خاطر السبب لم يذكر، عندك شرط وما عندكش السبب. إذا المد المنفصل ما يكون إلا في حالة الوصل. أما إذا كان وقفنا وفصلنا بين الشرط والسبب وليرجع إلى المد الطبيعي، بخلاف المد المتصل. قلنا يكون متصل مقداره التوسط وقفا ووصل. شوف الفرق توا بين المنفصل اللي هو خاص بحالة الوصل، والمتصل اللي هو يكون في كل الحالات، كل وقفا ووصل. هذا جواز الوجهين القصر والتوسط، الوجهان صحيحان مقرون. نعم كلاقف عليه ولي طبيعي بما هكا معاش مد منفصل، معنى كلاقفا على الشرط ونترك معناها السبب يولي مد طبيعي، معاش تتوفر فيه، معاش يتوفر فيه التعريف. قلنا ما انفصل فيه الشرط عن السبب وكان في كلمتين، كتاقف على الكلمة الأولى معاش عندك ارتباط بالكلمة الثانية، ولهذا نعتبره مد طبيعي. يصبح مد المد المنفصل في حالة الوقف يصبح مدا طبيعيا لا يجوز فيه التوسط. بمعنى نقول أنا في حالة الوصل باش نقرأ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال هذا القصد التوسط، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا في الوصف. أما إذا كان باش نقرأ والذين يؤمنون بما، يكون وقف معناها اختباري، قل شنو الأوجب الجائزة كلاقه على بما إلا القصر وجه واحد. ما نقولوش لا راه مد منفصل في حالة الوصل يجوز فيه القصر والتوسط، لا أبدا، هنا لا يجوز فيه إلا القصر في حالة الوقف، خاطر فصلنا بين الشرط والسبب، ما عادش الشرط متصل منها بالسبب، فصلنا بينهما بالوقف. فإذا كان الفصل معناها بالوقف فليس هنالك طبعا جواز وجهين، وإنما القصر فقط. واضح النقطة هذه؟ إذن عندنا نوعان أنواع المد اللي سببهم الهمس، هو المد المتصل، وبعض منهم يسميه واجب، بعض منهم يسميه واجب، والمد المنفصل، وبعض منهم يسميه جائز. هو الحقيقة التسمية هذه ثم عندنا اسم للمد، عندنا اسم المد، وعندنا حكم المد ومقدار المد. هذه ثلاث مصطلحات نظمية نفهموها. اسم المد هو مثلا هذا المنفصل، اسمه منفصل، وحكمه نقول الجواز. الجواز لأن القراء منهم من يقرأ بالقصر، منهم يقرأ بالتوسط، منهم من يقرأ بالطويل. إذن حكمه الجواز، مقداره القصر أو التوسط. كلاخذ المد المتصل مثلا، المد المتصل اسمه مد متصل، حكمه الوجوب، مقداره التوسط هو الطويل وقفا وسطا، عفوا التوسط والقصر في حالة الوقت إذا كان همزة متطرفة، قصر التوسط والطويل. إذا المد المتصل اسمه مد متصل، حكمه الوجوب، مقداره التوسط وقفا ووصلا باستثناء ما كان همزه متطرفا، ونقف عليها الهمزة بالسكون، يولي يجوز فيها أو فيه الوجهان الطويل والتوسط مع تقديم الطويل. معنى الوجوب سيدي يعني معنى المد التوسط يعني فيه التوسط يولي واجب،
ويجب حكمه الوجود. واضح هذا بالنسبة لأنواع المد التي سببها الهمز. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا.